ولا نهار فكرنا أن نمد إيدنا للحرام. وهي عفوا بكلمت هي سيارتي والله. أكيد رح تسألوني ليش نحن عم نساعد شوفري التاكسي؟ ليش نحن مركزين على شوفري التاكسي؟ شوفير التاكسي هو الوحيد اللي منو عايش، بكل صراحة بقول لك إياها. خلينا نشوف قصة جديدة. يعطيك العافية. أخ مرحبا يا كبير، كيفك؟ الحمد لله منيح. أكيد العالم عم بيسألونا ليش مركزين على شوفري التاكسي؟ أنا كنت يوم من الأيام شوفير تاكسي. قبل ما بلش مشهور وقبل ما فوت بالشهرة. أنا كنت حس بشوفير التاكسي. أنا كنت روح اشتغل. اسمع وعم بحكيك حقيقة ولا أنت رح تقلي مزبوط؟ كانت مرتي تقلي بدي حفاضات للبنت. روح اشتغل للساعة 12 بالليل لأجيب لك كيس حفاضات. صح؟ صح اللي عم بحكي؟ كلامك صح كله. وأوقات ما أرجع على البيت لأجيب حقربة خبز ولبنة وعشا لنتعشى من ورا السيارة. بس هديك الأيام عم بحكيك، مش هالأيام. كسرنا شوي لحتى نتحدث نحن وياك على الطريق، لأنه أنا عارفين الوضع قدي صعب، خاصة بشهر رمضان اللي نحن موجودين فيه هلأ هون، خاصة بلبنان وعالغلا، خاصة بالضاحية كمان. أكتر شيء بالضاحية بكرة حيستلهم تشوف في فقر كتير. في فقر لا ما تتصور قديش. يعني عفوا بكلمتي، أنا قلت لك أنا خلقنا وربينا هون، ما وصلنا لهالأيام اللي عم نوصل فيها، لكن بنضل مثل بنقول الحمد لله عنا هالصبي الله يخلي لك وهالتلات بنات الحمد لله. أنا شايف العلامة البنزين على الآخر لتحت. ما عمل لك عباد ب 300 بعدني عمل له الله وكيلك من التوتال هون على رائب شارع الخوري. عباد ب 300 بعمل لك هم يسألني هو ضلوا معي هال 470 ألف. هلا بدي اعمل لي برمي بعد للخمسه، خمسه وشوي. انا عم اقول شغله، طيب اذا العلام فاضي هلا افترضنا بدك تعبي بنزين، طاروا المصريات. ما هلا انا بعمل لي برمي، لو طلعت لي راكب ركبة بدي ارجع اعبي بتلك. الحمد لله الحمد لله يعني الحمد لله يعني مستوره. اعمل لك مستوره لا الحان الزعراني لا نسرق، يعني نركض كل النهار تعبنا حلالنا، عرفت علي كيف؟ لنعيش ومنقول الله يستر على بناتنا. عملك عندنا ثلاث حريمات ولا نهار فكرنا انه نمد ايدنا للحرام. وهي عفوا بكلمتي هي سيارتي والله والله ما تغرني بالكلمه. هلا ناطر انه يعني شوي لك معي دولاب بيردو عم تدرس السياره فينا. ما عم اقول لك دولاب عم يردو، ما عم بحكيك اياها صراحه، والله ماني قادر الا حتى لي شوي. يعني شي نهار عفوا بكلمتي شي نهار كنت طبخه مرتي لتاني يوم، تاني يوم ما بعطيها بروح بجيب لها دولاب بستعمل. غير هيك ما في. هيدي كل هاي انا بدي لك شيء، نحن برنامج ناس للناس. مش مني انا هيدي المساعده، هي من خينا الرجل اعمال عايش بابيجان. هو حب يساعد اكثريتهم شوفيري التاكسي، حب يساعدهم لانه انا بعرف الوضع شوفير التاكسي قد ايه عم بيعاني، وخاصه اللي عنده عيله. صح؟ صح. ونحن بنشكره والله يخلي له اولاده ويعطيه الصحه، وان شاء الله تكون نيته ضل على هالايمان وعلى الاخلاق الحلوه، يعني مساعدته لهالفقراء مثل درب حكايتنا، والله يوفقه بصحته ويخليه. ونتشكره مره ثانيه. انا بدي اتشكره كثير. هيدا الظرف مش من قيمتك، هيدا فيك تجيب فيه مونه لمده 10 ايام، هيدي المونه بتكفيك ل 10 ايام. اولادي يدعوا لكم، يعني مش بس لانه اخذنا الظرف على طول صدقاً صدقاً. ونحن بنتشكره بنتشكره، ولو قريب لي لمسته ايده. لا 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 خليني لك شغله، خليني لك، هو رجل اعمال اكثر انسان عن جد. هيدا الانسان رجل اعمال اكثر شخص يمكن بيشعر مع اخواته بلبنان، وبحب شعب لبنان وبحب اللبنانيه كلها بكل صراحه. يعني كيف بيقولوا كتر خيره، يعني عن جد، يعني هلا انه ريحنا خمس ست ايام لانه شغل 10 ايام ريحك، انه ريحنا 10 ايام لانه الشغل عدم شرع. ونحن بنتشكره والله يخلي له اولاده ويخليه بصحته. ميرسي كثير لك. ميرسي كثير الله يرضى حبيب قلبي. الله يرضى عليك.